أبدو جميلة اليوم، هذا رأي بالفعل. إيه أنتي وحش. هل أنت مجنون؟ مكياجي. لم يتغير شيء، كما كنت وحشا لا تزالين كذلك. حسنا، والآن يا أخي لقد ورطت نفسك. خذي هذا يا كلوة الغبية. هاي، كان هذا مؤلما. اهدأ أنتما الأسنان. يا لكما من طفلا عنيدا. هاي أمي، هذا مؤلم. أمي، أذني تؤلمني، اتركيني. لقد سئمت منكما، أسمع كل صباح صراخكما. كل هذا خطأ كلوي، لذلك عاقبيها. أنا المخطئة؟ هل جننت؟ أمي دعيني أضربه. أنا هي التي ستضربكم الآن، انزلا لتناول الفطور بسرعة. أمي انظري، لقد أفسد مكياجي. إن هذا جيد، وأخيرا ستشغلين تفكيرك بالدراسة وليس بالأولاد. أمي، هل رأيت شكلها؟ لن ينظر اتجاه أي شاب عادي. كفى، كلمة أخرى وسأحرمكما من المصروف الجيبي. أنا بحاجة للتخلص من التوتر. من الجيد أن أعرف صديقاتي بريتني ستنتقل إلى مدرستنا اليوم. لابد أن صديقتك غبية مثلك، لأنك لا تصادقين غير من يشبهك. سننتقم معا منكما. بريتني؟ كلاوي؟ كما سعيدة لرؤيتك صديقتي. لقد اشتقت جدا لاجتماعاتنا. لا بأس، نكون الآن معا كل يوم. نعم، سندرس معا وسنثير الشغب في كل مكان. كلاوي، تبدين شاحبة نوعا ما اليوم. كل هذا بسبب أخي، أفسد مكياجي وصباحي. لم يكن لدي حتى وقت لوضع المكياج. كل هذا الوقت أنا أصادقك، ولم أرى أخاك ولا مرة واحدة حتى. هذا جيد، إذا رأيته ستدعين على الفور بالتلعثم. هل أنت بحاجة إلى ذلك؟ افسح الطريق. لماذا تتظاهران؟ لقد لمستكما بخفة فقط وأنتما تصرخان. حقيرتان. أنا كذلك؟ أوي، أنت جميلة وحقيرة. أقصد فقط حقيرة. أوي، جميلة. مد لي يدك يا تايلر. ابتعدي، ما هو اسمك؟ اسمي بريتني، وأنا غاضبة جدا منك. ألا تريدين أن تتركي لي رقمك؟ عن أي رقم تتحدث؟ ابتعد ولا تقترب منا حتى. واو، بريتني. كلاوي، من كان هذا؟ لن تصدقي. من؟ أشهر ولد في المدرسة؟ ماذا؟ من؟ هل ضربت يا بريتني على رأسك؟ استيقظي، كان هذا أخي. هل كان هو؟ يا إلهي، لا أصدق ذلك. أقصد يا من غبي. نعم، أعيش تحت سقف واحد مع هذا الأحمق لمدة 16 عاما. هل لديه حساب على الإنستغرام؟ حسنا، علينا الذهاب إلى الطبيب، درجة حرارتك مرتفعة. هاري، أخبار عاجلة، لن تصدق ماذا حدث. هل يوجد في المقصف أخيرا برجر طازج؟ بل أفضل، أتمزح؟ نقانق طازجة؟ أخطأت مجددا هاري، لقد وقعت في الحب. ومن تلك التعيسة؟ بريتني، بريتني الحلوة الجميلة، إن أجمل فتاة في العالم. لم أرك هكذا من قبل. هل أخذت رقمها على الأقل؟ لا، تدخلت أختي وأفسدت كل شيء كالعادة. يا صاح، عليك أن تصل إليها بطريقة أخرى، مثلا الهدايا والزهور وكل تلك الرومانسية. سأفعل كل شيء من أجلها. أوه، انظر، إنها قادمة عزيزتي. هاري، مرحبا. أنا بريتني، سعدت بلقائك. واو، ما الذي رأيته للتو؟ الأولى كانت الحاجة جورجونة، والثانية عزيزتي. جنون. لا أريد إحزانك، ولكن أنت لا تملك أدنى فرصة. سنرى ذلك قريبا.
باختصار هو أحمق بالفعل. لقد كنا أصدقاء من قبل. غبي جدا. نعم نعم، ذهبنا مرة إلى أرخص مطعم، هل تصدق ذلك؟ كان الأمر فظيعا، يمكنك أن تتخيلي. هل قلت شيئا؟ بريتني، هل تسمعينني أم ماذا؟ بالطبع بالطبع أسمع كل شيء. في النهاية لقد صدقت المدرسة بأكملها، ولكنهم كلهم أغبياء، هل تصدقي؟ بريتني، إلى ماذا تنظرين طوال هذا الوقت؟ إلى الطقس. إلى ماذا سأنظر أيضا؟ يا إلهي، لمن أخبرت كل هذا؟ اسمعي أخاكي، كيف يمكن أن تصفيه؟ أخي، مقرف، غبي، سخيف، أحمق، وكل الصفات السيئة. هل لدي أصدقاء؟ أصدقاء؟ هل رأيت شكله؟ لقد أضحكتيني، من سينظر إلي أصلاً؟ بالضبط بالضبط، من سينظر إليه بالطبع؟ أمسك، أحضرت لك المثلجات لتشاركها. وماذا أفعل إذا اتضح أن بريتني لا تحبها؟ لا تقل ذلك، كل الفتيات تحب أكل الحلويات. آمل ألا تكون تتبع حمية، وإلا فستقتلني حينها. ها هما قادمتان، هيا تصرف. يا لها من مصادفة رائعة. ابتعد عن الطريق ولا تزعجنا. بريتني، أحضرت لك المثلجات. واو، شكرا. هل هذا لي؟ أستطيع تخمين حلمي، أي فتاة؟ إذا خمن، إلى أين سأرسلك الآن؟ كلوي، أنا لا أخمن سوى أحلام الفتيات. هاي رفاق، ماذا؟ أنت أيها الغبي، أين الأيس كريم خاصتي؟ لماذا أحضرت واحدة فقط؟ مضر لصحتك. شاي طيبة. أيها الغبي، كلوي، لماذا فعلت هكذا؟ كي يتكلم أقل. تعال دعني أساعدك في مسح هذا. لا، فلينظر إليه الجميع ويضحك عليه. أرى أن الخطة فشلت. هل بريتلي هي من فعلت بك هذا؟ إنها كلوي، تفسد كل شيء دائما. تايلر، لماذا ناديتني إلى هنا؟ سيبدأ الاختبار في علم الأحياء قريبا، يمكن للاختبار أن ينتظر. أنا بحاجة للتعرف أكثر على بريتني. طالما أن أختك معها فلن يفيدك أي شيء. الأمر تحت سيطرتي، سنصور لبريتني فيديو عن مدى جمالي وروعتي. فيديو؟ وماذا تنوي أن تعرض في هذا الفيديو؟ بالتأكيد مواهبي. مواهبك؟ هل تقصد رمي المخاط على السقف؟ لا أظن أن بريتني سيعجبها هذا. هل نسيت أن الفتيات مهووسات بالرياضيين؟ نعم، إنهن مهووسات بالرياضيين، ولكن ما علاقتك بهذا؟ اسمع، أنت ستأخذ هاتفي وستصورني. أفضل كتابة الاختبار بدلا من هذا. 1، 2، نعم، عظيم، روعة، مذهل. والآن سأستخدم إصبعا واحدا. 1، 2، 1. كفى، سنحذف المقطع الأخير. نعم بالطبع سنحذفه. بريتني، لقد فعلت هذا من أجلك. إنني متعب بعد هذا، هيا فلنجلس كي تريني ماذا صورت. أتعلم أن كاميرا هذا الهاتف لا تعمل جيدا؟ غاري، هل جننت؟ لا أرى سوى صورك. حقا؟ كيف حدث ذلك؟ سأقتلك الآن. توقف، لا تفعل ذلك، بدوني لن ينجح لديك أي شيء. كيف تجرأت؟ اصبر، لا تقلق، لدي خطة أفضل. حسنا، هيا فاجئني بخطتك. سنحتاج إلى جوارب نسائية. جوارب نسائية؟ هل جننت تماما؟ فلنذهب. لقد كنت أشك فيك مسبقا، ولكن لم أتوقع هذا منك. فلنذهب هيا. يا إلهي، لقد طلبت مستحضرات التجميل وهي لم تصل بعد. بريتني، كيف حالك؟ بخير، لماذا تسأل؟ كنت أفكر، ما رأيك في التنزه اليوم؟ لا 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 أستطيع اليوم، علي ذهاب إلى مكتب البريد لاستلام مستحضرات التجميل. هل لديك أخبار أخرى؟ مثلا كيف صحتك؟
تايلر، ما خطبك؟ ولماذا تنظر حولك؟ أنت تتوهمين ذلك. حسناً. أوه لا، يخلص، لقد سرق هاتفي. هاتفك؟ لا تقلقي بريتني، سأمسك به. لماذا حدث ذلك معي؟ أحسنت، كنت رائعاً. بالطبع، إنني محترف في عملي. هيا أعطيني الهاتف، سأرجع إليها. انتظر، لقد نسيت شيئاً. أنا أضربك. بالضبط. ماذا؟ هل تريد أن تسخر مني؟ حسناً، أمسك. أمل أن تنجح خطتك. حظاً موافقاً. فو بريتني، بالكاد لحقت به. هل عدت هاتفي؟ لقد أمسكت بذلك اللص ولقنته درساً لن ينساه. شكراً، لقد ساعدتني كثيراً. لا شكر على واجب. أوي، لقد وقع. يا إلهي، أصبحت شاشتي مكسورة الآن. أوبس، لم أكن أقصد هذا أبداً. والداي سيقتلانني. سأشتري لك واحداً جديداً لاحقاً في يوم من الأيام عندما سيكون لدي المال. اشتري لنفسك عقلاً أفضل. إلهي، ما كان يجب علي الاستماع لهاري. سأكتب رسالة لبريتني. أرجوك انتبه أن تكون بلا أخطاء وليس كما في المعتاد. هاري، لست بحاجة إلى نصائحك، وإن كنت لا تعرف فأنا أخترع أفضل الخطط. رأيت إحدى خططك، انتهت بأنني كسرت هاتف بريتني. إلهي. هاي، ما منكما رمى هذه الرسالة؟ لا تهتمي بها. حسناً، دعونا نرمى هذا. كتابة أخي هنا. لا تقرأي الرسالة أرجوك، أعيديها. ما كل هذه الرومانسية؟ بريتني، أنا معجب بك. حقاً؟ هل هذا ما أردت إرساله لي؟ كلوي، لماذا تحشرين نفسك دائماً فيما لا يعنيك؟ هل أنت مجنون أم ماذا؟ هل أنت جاد؟ لا أصدق ذلك. كان على والدي الاستماع إلي عندما عرضت تركك في المستشفى. كلوي، أعتقد أنك بلغت قليلاً. هذا الأبله يستحق ذلك. لا 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 لا، شيكي بوم شيكي بوم. سألقنك الآن درسا لن تنسيه. لا 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 لا، شيكي بوم شيكي بوم. اللمسة الأخيرة. لقد انتهيت من التنظيف، تبقى فقط مسح الغبار. كلويا، هل جننت؟ أمي، ولكني نظرت كل شيء، انظري. انظري إلى هذه الكومة من القمامة. كيف ذلك؟ لا أعرف. عار عليك، كفى، لابد أن أعاقبك على هذا. إلهي، كلوي، لماذا أحدثت هذه الفوضى هنا؟ تايلور، هل هذا أنت؟ اعترف بذلك، لقد كان كل شيء نظيفا هنا. هكذا إذن؟ أحدثت كل هذه الفوضى وتريدين اللوم أنا بذلك؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ كفى، ستبقين في المنزل لمدة أسبوع وبدون الحفلات. تستحق ذلك، قرار رائع يا أمي، أنصحك بإطالته لأسبوعين. تايلر، أراك تضحك كثيرا، أتريد الانضمام إلي أيضا؟ أي، وما ذنبي أنا؟ كفى، انتهى الحديث. كل هذا بسببك. لا تغضبي، ارحلي، فهمتي؟ أنت لست أخي. أنا أخوك للأسف الشديد. لما أستحق كل هذا العقاب؟ سأفتح. لا، إنهم لم يأتوا إليك. تايلر، تذكرت أن أمي أوصتك برمي القمامة. أمي؟ متى؟ بريتني؟
مرحبا، كم هو رائع أنك أتيتي. أنا أيضا سعيدة لرؤيتك. بريتني، واو، أنت كالعادة. استفق من أحلامك، لم تأتي إليك. بريتني، لم تردي علي بعد. أنا أذهب للسينما. تراجع، ألا تفهم من أول مرة؟ دعونا لا نتشاجر. كم ستبقين معنا؟ لا أعلم لماذا تسأل. أريد شراء هدية لك. من أين حصلت على المال؟ لم يكن لديك من قبل. صحيح، ولهذا السبب استعرته منك. يا إلهي، لقد سرق حصالتي. حسناً، لم يتبقى له وقت كثير ليمرح هنا. إذا ما رأيك في طلاء الأظافر؟ وأنا أقترح بالقيام بكل شيء في وقت واحد. يا إلهي، إنها المرة الأولى التي أكون فيها في منزلك طوال هذه السنين. كنت أخجل من أخي. لا أريدك أن تري مثل هذا الوحش. والآن أنت تدرسين معنا وتفهمين من هو. إن المكان متسخ للغاية. سأتقيأ الآن. لقد وضع لي القمامة، ولكنه لم ينظف حتى جواربه. الرائحة هنا لا تطاق. سأتقيأ الآن، ولكنني جاءتني فكرة. ماذا سنفعل بهذه الأشياء؟ أتمنى أن تعجب بريتني بهذه الهدية، وربما حينها ستسامحني. ما هذا؟ السماء تمطر أشياء. نعم، والآن سأرمي كل ما في غرفتك. هل جننت تماما؟ أنا أمنعك من لمس أشيائي. لست بحاجة إلى إذنك. سأضربك أيضا بالحذاء. حتى حذائي الرياضي ضدي. سوف يتذكر ذلك لوقت طويل الآن. هل تتشاجران طوال الوقت؟ كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل أسبوع، كل يوم، كل شهر. كفى، اهدئي، هيا. أعتقد أحيانا أننا تبنيناه. حسنا، فلنذهب إلى غرفتك ونفعل شيئا مفيدا، لأنه لم يتبقى لدينا الوقت الكافي. أعتقد أنه يرجح لدينا. نعم، واللون مثير جدا للاهتمام. فلنبدأ الآن في إزالة الشعر. هيا هيا. حسنا، هكذا الشمع والورق. تفضلي. هيا، 1، 2، 3. رائع. آمل أن لا يكون مؤلما هذه المرة. أستطيع سحبه بدلا منك. لا 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 لا، هذا كلوي، كم هذا مؤلم. فتيات، أتيت إليكما. أتيت من أجل الانتقام. ها، أولا اخلع جواربك من كتفك على الأقل. على عكس الآخرين، جئت بسلام. عظيم، هذه فكرة جيدة جدا. حان الوقت الآن لتتصالحا. بماذا تفكر؟ اعترف. أردت الانضمام إليكما فقط. بالمناسبة، ما هذا الذي تفعلانه؟ نحن نقوم بإزالة الشعر. لا أعتقد أنك مهتم بهذه الأشياء. هل تمزحين؟ كنت أريد تجربتها طوال حياتي. ماذا؟ كل هذا من أجلك يا بريتني. ماذا قلت؟ أعني كل هذا من أجلك يا أختي. تايلور، هذا الرداء يناسبك. حقا؟ تبقى إضافة شيء واحد فقط. أليس هذا كثيرا؟ كي يكون مفعوله أفضل. كلوي، هل يحتاج لذلك حقا؟ بالطبع يحتاج. تايلر، حظا سعيدا. لا لا لا، أشعر بقدمي. كلوي، وكأنك أزلت ساقي وليس شعري. هل يؤلمني هذه الدرجة؟ أردت فقط أن نكون أصدقاء. أما أنا فأردت فقط أذيتك. فشار بالجبن، المفضل لدينا. نعم، المفضل لدينا. ماذا سنشاهد؟ بالمناسبة، هناك مسلسل جديد، لابد أنه رائع. افسح المكان لي.
أنا بحاجة للجلوس. لماذا تتعرج هكذا؟ بعد عملية إزالة الشعر لم أعد أشعر بساقي. أمر مؤسف جدا، كنت أمل في الحصول على مفعول أقوى. هيا شغل الفيلم. سنشاهد المسلسلات، لذلك إلى اللقاء. انتظر، فليشاهد شيئا معنا. آه حسنا، شاهدا ما تريدانه. بريتني. حسنا، ما رأيكم في ذلك؟ كلاوي، ماذا تفعلين؟ أنا سعيدة جدا لأننا اجتمعنا هنا. أنا لست سعيدا جدا بوجودك. ها، لماذا لا تأكلان الفشار؟ كلاوي، ماذا تفعلين؟ الآن سترحل هذه وسنكون معا. إذن هذه. كلوي، لماذا رميت كل الفشار علي؟ لأنك مصدر إزعاج. وماذا في ذلك؟ لا أريد أن يكون رفيقك أحمق. فلنخرج كي نتحدث. هيا. أعرفي يا بريتني، إذا لم أعد دقائق هذا يعني أنني قد لكمته. كلوي، دعينا نتحدث مثل الكبار وباحترام. نعم، هيا، لكني لا أرى أناسا طبيعية بجواري. أنا وأنت نتشاجر كل يوم. نعم، لأنك تبدأ أولا. لا تبدأي. با 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 با. لا أسمع أي شيء، لا أسمع أي شيء. أردت فقط أن أصادق بريتني لا أكثر. هكذا إذن تريد أن تكون صديقا مع بريتني وأنت لا تهتم بي على الإطلاق. حسنا حسنا، توقفي عن إفساد كل شيء. لماذا لا تحبينني هكذا؟ أنت أخي ولكنك أحمق. ماذا؟ هل هذا هو السبب الوحيد؟ بالطبع، أريد أن يكون أصدقاء صديقتي أذكياء. ولماذا لم تقولي لي هذا من قبل؟ كلوي، يمكنك مساعدتي. ما هي الأشياء التي تحبها بريتني؟ أكثر شيء، اهدي لها زهور. وأي نوع تفضل؟ أي نوع؟ خاصة تلك التي تفوح منها رائحة قوية حقا. رائع، سأذهب الآن إلى متجر الزهور. ولا تنسى العطر. حسنا. هيا، ولكنني نسيت أن أخبرك أن بريتني لديها حساسية من الزهور والعطور. متى سيعودان؟ أجلس هنا لوحدي لمدة نصف ساعة. وأخيرا أنت شخص واحد. بريتني، هل اشتقت إلي؟ أعتذر لأنني تركتك وحدك، ولكن أحضرت مفاجأة لك. هل أعددته لي؟ تفضلي، هذه الباقة الجميلة لك. هذه الباقة؟ لي؟ حسنا. أزل أزل، مسرورة؟ جدا. أتشا، يا إلهي. بريتني، ماذا بك؟ هل أنت متعبة؟ يا إلهي، أتشا. أعرف ماذا نحتاج، عطر. أتشا، أشعر بالسوء. إنني أريد مساعدتك فقط. هل أنت مجنون؟ أبعدها. أتشا. فوه، انظري ماذا فعلت عدساتك، أصبحت مغطى بالمخاط. كان عليك شكري بدلا من الباسق. لدي حساسية من الزهور. بل ارحلي أنت. من قال لك أن تهديني زهورا أصلا؟ كلوي. ماذا؟ لقد سئمت منكما. هيا ارحلي. بريتني، إلى أين أنت ذاهبة هكذا؟ لا أريد التحدث معك. هل حزنت حقا؟ كنت تعلمين أن لدي حساسية تجاه تلك الزهور والعطور، ومع ذلك أخبرت لتايلور أن يهديني إياها. كنت أمزح فقط. هيا أكملي المسح إذن، ولكن بدوني. أنت تعلمين إذا لم تصادقيني فلن تصبحي صديقة أحد في المدرسة. جيد، من الأفضل أن أكون لوحدي بدلا من أن أكون مع شخص مثلك. ها، سأجد لنفسي صديقة وهي ستكون أفضل منك بكثير. إنني قلق جدا، علي تناول الطعام. هل هناك شيء آخر غير الرقائق؟ لا، وبالإضافة هذه العلبة الأخيرة. إذن أترك لي قليلا، فأنا جائعة جدا. وبس، للأسف نفدت. حقا؟ هل وضعت كل شيء في طبقك؟ سوف تنفجر، أنا متأكدة من ذلك. حسنا، تفضلي.
هل هذا كل شيء؟ هل أنت جاد؟ أوي كلوي، في الحقيقة لا أرغب في التكلم معك على الإطلاق، ولا أمتلك القوة لمجادلتك. أوه، أنت لا تخيفني. انظري إلى حالك، أصبحت وحيدة لأنك فقدتني أنا وصديقتك، وما كان لديك أحد غيرنا. هل هذا يعني أن الجميع هجرني؟ أوه لا، ماذا فعلت؟ حسناً، مرحباً هاري، أنا بحاجة للتحدث معك، أنت الوحيد من يستمع إلي. حسناً، أراك في صالة الألعاب الرياضية. هل أنت بخير؟ قلقت عليك. هاري، أحتاج مساعدتك. ماذا حدث؟ كنت أريد الانتقام من أخي، ولكنني تشاجرت مع بريتني. تصالحا إذن. قالت لي إنها لن تكون صديقة لي بعد الآن. إنه اتصال من تايلر. لا تقل له أنني هنا. ألو تايلر. لا، أنا لم أقابل أختك. نسيت مفاتيح المنزل. اصبر قليلا، أعتقد أنها ستعود قريبا. حسنا، وداعا. شكرا. يا إلهي، لا أستطيع العيش بدون بريتني، أينها مثل أختي؟ سمعت أن تايلر أراد التعرف عليها بشكل أفضل. وهي تبدو كذلك. كيف حصل ذلك أصلا؟ لدي فكرة، عليك تدبير موعد لهما. موعد؟ نعم، وبعدها سيتصالحان وسيسامحانك لأنك أصلحت بينهما. هاري، إن هذا عظيم. ما الذي فعلته للتو؟ آسفة، لم أتعامل ذلك حقا، لم أكن أعرف ماذا أفعل. ها طبعا، اعتقدت ذلك. أعتذر، ولكن لدي أعمال كثيرة علي الذهاب. إذا أردت يمكنك الاتصال بي. واو، متفاجئ حتى الآن. ما هذا؟ يبدو كعشاء رومانسي. ربما عندك كلوي واتصلت بنا كي تسخر منا. أعتقد ذلك، فأختي يمكنها فعل هذا. مرحبا بكما في مطعم المحبة. أين؟ أنا النادلة الخاصة بكما، وعلى استعداد لأخذ طلبكما. كلوي، ماذا تريدين؟ اجلسا عند المائدة بسرعة. أعزائي، أعددت لكما هذا العشاء الرائع. هل أنت من فعل هذا؟ اقرصاني، لابد أنني أحلم. سامحني، كنت مخطئة في حقكما، أريد أن أصلح الأمر. نعم، لقد قمت بعمل سيء للغاية، ولكن إذا اعتذرت بصدق فسأسامحك. نعم، سنسامحك بشرط واحد فقط. أنا جاهزة لفعل أي شيء. تفضلي، كلي هذه الدونات أمامنا. تايلر، هذا قاسي للغاية. كانت تعاملنا بقسوة أكثر من هذا، أما هذا فلا يقارن بأي شيء. هيا كلي. لا أستطيع. لابد أن هذا لي، لن أستطيع أكل الدونات. تايلر، لم أتوقع منك ذلك. حسناً، ما رأيك أن نتناول الطعام؟ حسناً، فلنجرب. هاري، لقد صدمت، لم أكن أعتقد أنك عندما كنت تتصل بي في هذا الوقت ستكون واقفاً عند الباب. كنت طوال الوقت أفكر فيك. اهدأ، لا تقل هذه الكلمة، فقد يسمعنا أحد. لم أستطع التفكير في شيء غيرك، وكنت أود القول لك أنك جميلة جدا جدا. أشعر بالحرج نوعا ما، لقد أحرجتني جدا. لن أجبرك على ذلك، ولكنني لن أمانع إذا خرجت اليوم معي. مرحبا يا صاح، لماذا أتيت هنا؟ أتيت هنا من أجل كلوي. يا إلهي، بكل هذه السرعة؟ انتظروا، لا يوجد شيء هنا. لا تختلق الأعذار، لقد كشفنا أمرك. أموافقة إذن؟ لا تقم بذلك مرة أخرى، فلنذهب. أتشا أتشا. بريتني، ماذا حصل؟ كلاوي، ارمي تلك الزهور من فضلك. رفاق، هل نسيت أنني أعاني من الحساسية؟ هاري، سامحني، ولكن علي رمي الزهور.
أقترح أن نذهب جميعا لسينما. هذا يعني أن عددنا 4 وسنحصل على خصم كبير. يبدو أن الأمر كذلك. Ha 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 ha!